بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وإنما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به على أكبر عضو في جسم الإنسان بدون منازع. عرفتوا؟ الجلد. أكيد إجابتك صح. الجلد. الجلد طبعا وين مكان؟ بنلاقي جلد في الرأس، في الإيدين، الرجلين، البطن، الظهر، كل جسمنا محاط بهذا الجلد. الجلد هو الآخر جزء من الأعضاء المناعية في جسم الإنسان. تكلمنا سابقا قلنا اللوزتين، قلنا الطحال، قلنا الجلد، واليوم نتكلم عن الجلد. الجلد له قدرة لامتصاص من 60 إلى 64% لأي شيء يتعرض له، أي شيء. إذن 60 إلى 64% هذه نسبة مش بسيطة، احنا بنحكي على تقريبا 3/4. ولما أقول كل شيء يتعرض له بدي أبدأ بشغلات تخطرش في البال. مرات واحد بيكون مستعجل بنقل واحد رقم تليفون أو رقم جوال، بروح بكتبه على إيده، أو معلومة بدوش ينساها وفيش معه ورقة بروح بيستعجل بكتبها على إيده. بديش أحكي يعني الناس التانيين اللي بكتبوا على الإيد بالغش هدول. قديش نسبة السمية في الحبر اللي تعرض لها؟ هو امتص 60% من هاي من هذا الحبر. ويعني لما نيجي نمسح كمان فأنت بتسرع عملية الامتصاص، وبتصير العملية مش 60% صارت 80%. والحبر عبارة عن إيش؟ العناصر الثقيلة وسموم وإلى آخره. فهذا ما نكتب بأيدينا، فما بالنا من تلوث البيئي حولنا؟ كثير من نعاني من ملوثات، وأكيد الجسم بيعاني منها. الآن لما نطلع مثلا مشوار، أو خلي كل واحد بس يعود من مشوار يجيب قطنة هيك ويحط عليها شوية مثلا مية، سبيرتو، أي إشي بده إياه، ويفرك مثلا جبينه، يفرك إيده ويطلع في القطنة، إيش بلاقي لونها؟ داكن، أسود، بني، رمادي، حسب الملوثات اللي تعرض لها. إذن هذه أنا سويتها زي فحص، طب وإحنا كل مرة بنعملها؟ لا. إذن تخيلوا أنتوا عاد إيش طبقات المتتالية من إيش؟ من الملوثات، من العناصر السامة. لو جلدنا مش عضو مناعي وله علاقة بالمناعة لأصبحنا في مرض إلى يوم الدين. تخيلوا. إذن لما نعاني من مشكلة جلدية، حب شباب، شوية إكزيما، صدفية، إلى آخره من هذه الأمراض الجلدية، أو ما يرى بالكلف أو النمش، القصة اليوم أنا اكتشفتها، لكن هي من متى؟ من زمان. هذا واحد. واثنين، لازم نعرف إنه المشكلة أساسها مناعية. عشان هيك أغلب الأمراض الجلدية هي أمراض مناعية. البهاق مرض مناعي، الصدفية مرض مناعي، الذئبة الحمراء مرض مناعي، كل هذه الأمور. وموضوع حب الشباب وموضوع بدرجات مختلفة والبثور والحبوب وكل هذه الأمور نجدها إيش؟ إنه يتعرض هذا الشخص لعامل من العوامل الالتهابات البكتيريا أو عرضة لبكتيريا، أو بنظفش مثلا البشرة كما يجب، فبنلاقيها لها علاقة أيضا في عامل النظافة الشخصية أو عامل مين التعرض لوسط إيش في انفكشن، في عدوى بكتيرية
عالية أو فيروسية. من هنا نأتي بالحلول. إذن المشكلة صارت مش سهلة وأكبر مما كنا نتخيل. إذا كتابة الأشياء على الجلد صارت مشكلة، فما بين الأمور التي لا ندريها، مسحة القطن تدل لي قديش جسم الإنسان قديش معرض لهذه الأمور. إذن كيف الخروج من هذا المأزق؟ رقم واحد، الغسول. دائما يجب أن نغتسل، دائما يجب أن ننظف على الأقل الأيدي، ما هو ظاهر ونتعامل معه ونأتي بأغراض ونضع ونشيل وإلى آخره، فيجب أن دائما أن ننظفها بالصابون. الوجه كذلك يجب دوما أن يكون إيش، نغسل. لما نغسل إيدينا نغسل وجه، تمام. فالنظافة الشخصية هي عنوان لصحة مين؟ الجلد. الوضوء، وكل واحد كم مرة بتوضأ؟ 5 مرات، 4 مرات أو أقل، يساهم دوما في تجديد عملية مين؟ النظافة. أما الإفراط في استخدام الجل والكحول والديتول وشوفوا الإفراط اللي دائما في شنتتهم بتلاقي الجل والكحول والأمور هذه، أول مرة نظف، ثاني مرة نظف، طب الثالثة صارت زيادة عن اللزوم. دائما الإكثار من الشيء ضار مهما كان مفيد، هذه قاعدة. احنا بنقول نظف لكن مش كل دقيقة، كل 3 ساعات، كل 2 ساعات، كل 4 ساعات، كل ما طلعت ورجعت. أما الوسوسة هذه مرفوضة أساسا. استخدام هذا الجل والكحول بإفراط يضعف من مناعة الجلد وتصبح أكثر عرضة لكل ما تحدثنا عنه، يعني للإنفكشن، للالتهابات، للعدوى البكتيرية الفيروسية إلى آخره. فسبحان الله، الاعتدال دائما في كل شيء مطلوب، تمام؟ هذا واحد. رقم 2، موضوع الزيوت. احنا قلنا كل شيء يوضع على الجلد أو يتعرض له الجلد يتفاعل معه بدرجة 60 إلى 64% يمتصه. تخيلوا أنا حاطط زيت زيتون، معناته أنا بدي أمتص 60% من فوائد زيت الزيتون. حطيت زيت جوز الهند، بدي أمتص 60% من خواص زيت جوز الهند. طب كيف بدي أعزز 60 أخليها 70 80 90%؟ عملية إيش؟ التدليك. هلأ درجة حرارة الجسم المعتدلة 37، إذا دفيته شوية تدفئة بساعد في سرعة امتصاص. الجلد الرقم الهيدروجيني تبعه من 4.7 إلى 5.7، فكل ما كانت المنتجات اللي بدي أحطها ضمن هذا الوسط، ضمن وسط الرقم 4.7 إلى 5.7، معناته في سرعة لمين؟ للامتصاص. أديكم مثال، اليوم بعض الشركات في المنظفات فاهمة الموضوع هذا كويس، ونوع من الدعاية ونوع من إشهار إنه منتجنا هو المنتج الأقوى والأفضل، بروح كتب لك عليه إنه الـ pH الرقم الهيدروجيني 5.5، وهذه بنشوفها في الصابون وبنشوفها في الكريمات وبنشوفها في الشامبو. إيش معناها؟ بقول لك أنا 5.5، يعني ما بين 4.7 و5.7، وبالتالي ستكون هناك سرعة في امتصاص هذا المنتج سريعة جدا، وجسمك حيستفيد منها، وجسمك وجلدك حيستفيد منها لأقصى درجة. إذن نسعى دوما للبحث عن هذا الرقم أو ما بين هذول الرقمين، من 4.7
و5.7. الزيوت بفوائدها، بفوائد الثمرة اللي أخذت منها، يعني كما ذكرت زيت الزيتون واستخرج من ثمرة الزيتون، هذه أخذت الخواص من الثمار. مثلا أوليوروبين المادة الفعالة موجودة بالزيت وموجودة بالثمرة، هذه مضادة للالتهابات، مضادة للأكسدة، جميلة جدا جدا جدا، يعني مطهرة، مضادة للفيروسات، فجميل جدا إن دائما مضادة للالتهابات، فجميل جدا إن دائما يكون زيت إيش الزيتون كمرطب للبشرة أو مرطب للجلد بشكل عام. تمام، قبل النوم لازم أنظف بشرتي، لازم يكون في غسول للبشرة بالصابون، مش شرط بالزيوت. تمام، بس لازم، عشان إيش؟ قلنا كل مشاكل اليوم وما تعرضت إليه من تلوثات، إيش إني أنظف وأنام إيش في جو نظيف كامل متكامل، ولما أصحى أكيد برضو مش غلط إني إيش أعمل نفس العملية، وشاهد الفرق بنفسك. يعني راح تستغرب، طب يا عمي أنا نظفت البشرة في المساء، طب كيف صار هذا بالليل؟ وهتستغرب لحالك، هتقول كيف يا عمي صار، أنا نظفت البشرة في المساء، كيف الصبح صحيت برضو عملت لقيت فيه برضو قليل من التلوث؟ يعني لأنه هاي طبيعة الأجواء، احنا في كائنات لا نراها بالعين المجردة، طبيعة الفراش، طبيعة الهواء، طبيعة كل شيء. إذن القاعدة العامة هي النظافة العامة، الجلد يحتاج إلى نظافة مستمرة، ويجب أن ندرك دوما أن كل ما يوضع على الجلد يمتص شئنا أم أبينا، والدرجة الدنيا في الامتصاص هي 60%، ونزيدها كما شئنا بحسب طبيعة والبي اتش الرقم الهيدروجيني للصنف اللي أنا إيش بستخدمه. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.